أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز عناوينها. بايدن يوسع حربه ضد أوبك بلس، حلفاء واشنطن يكثفون هجومهم، وأسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي. الجزائر تطمح لتوطين نحو 80% من صفقات النفط والغاز محلياً، وتكشف عن افتتاح أولى وكالات التأمين التكافلي قبل نهاية السنة الجارية. وارتفاع أسعار الغذاء يهدد 3 ملايير شخص بالعجز الغذائي. الأمم المتحدة تدعو الحكومات إلى الاستعداد لصدمات جديدة. أهلا بكم من جديد. في المستهل وسعت الدول الكبرى المستوردة للنفط الأربعاء من تجاوبها مع الإعلان الأمريكي بالسحب من مخزون الاحتياط الاستراتيجي، تحرك منسق أدرجه جو بايدن في خطابه الاقتصادي ضمن ما أسماه الأزمة العالمية التي تعصف بأسعار الطاقة منذ بداية تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا. ما كان وعيداً وتهديداً بات فعلاً وحقيقة. مستهلكو النفط يدشنون حربهم ضد تحالف أوبك بلس بضخ مزيد من الخام في السوق باللجوء إلى استغلال احتياطاتهم الاستراتيجية. في خطوة نادرة ومنسقة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب 50 مليون برميل من مخزوناتها النفطية، تتضمن الإفراج عن 32 مليون برميل من كميات إضافية من المخازن الأربعة لأكبر اقتصاد في العالم، مع التعجيل في تنفيذ خطة سابقة تشمل سحب 18 مليون برميل أخرى. الإجراءات التي اتخذناها لن تساعد في حل أزمة أسعار النفط بشكل فوري، لكن لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تتراجع الأسعار من تلقاء نفسها. التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض. بريطانيا لم تنتظر طويلاً لتكشف عن خطة مماثلة بالسماح للشركات النفطية الإفراج طوعاً عن كميات تعادل 1.5 مليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية، في حين وافقت الهند على ضخ 5 ملايين برميل من نفطها الموجه لحالات الطوارئ، رغم إعلان نيودلهي في وقت سابق رفضها لخطوة البيت الأبيض. ارتفاع أسعار النفط يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم. من غير المقبول أن تحدث شركات النفط اختلافاً بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة. على ذاك النحو، قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي دون الإعلان عن حجم الكميات المعنية بالعملية وآجالها، في وقت تتجه جميع الأنظار نحو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم لمعرفة المساهمة الصينية في التحرك الأمريكي المنسق ضمن توافق اقتصادي نادر على محور واشنطن بكين في ذروة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ونربط الاتصال عبر الهاتف بالخبير الاقتصادي أستاذ أحمد الحيدوسي. أستاذ أحمد الحيدوسي، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا الأخ وليد. أم ربما التساؤل الأولي أستاذ أحمد الحيدوسي عن إجراءات الدول الكبرى في ما يخص قرار المتعلق بإخراج مخزوناتها من الطاقة، كيف تقرؤون هذا القرار أستاذ أحمد؟ الحقيقة أنه اسم هذه المخزون الاحتياطي، يعني المخزون الاحتياطي يستعمل في الحالات الطوارئ أو في حالات الاستثنائية أو حالات الحرب. لما الدول وأمريكا من خلال خطاب بايدن يقول أنه لابد أننا نخرج 50 مليون برميل كاحتياط عالمي في الاقتصاد العالمي، هذا يعني يتنافى وفلسفة اقتصاد
السوق. من المفروض الولايات المتحدة الأمريكية ترفع شعار ليبرالية، من المفروض أن الدولة لا تتدخل في النشاط الاقتصادي، وبالتالي اليوم أمريكا لما تحاول تأثر على الأسعار العالمية للبترول، وبالتالي هي تدخل في النشاط الاقتصادي العالمي. اليوم هذا الخطوة كمراقب للسوق وكاقتصادي أنه تعتبر خطوة خطيرة جدا، لأن اليوم صحيح أن الضخ احتياطات دول في السوق من البترول، لكن بعد غد راح تشتري هذه الدول تعيد من احتياطاتها، وبالتالي مع باعتبارات أخرى ستشكل فرصة بالنسبة لنا كدولة مصدرة أنه أسعار البترول سترتفع أكثر من 20. وبالتالي أعتقد أن هذه المرة سنشهد لعدة اعتبارات يمكن أن نذكرها لاحقا، سنشهد ممكن أسعار تاريخية سيصلها أسعار البترول هذه المرة. صحيح أن ما تمتد مدة طويلة، لكنها ستصل إلى أسعار ممكن تفوت $150 للبرميل. هذه الإجراءات يمكن اعتبارها انها خطيره بالنسبه للاقتصاد العالمي، وممكن تؤثر عليه بالسلب بالنسبه لبعض اقتصاديات الدول. ابقى معي الاستاذ احمد الحيدوسي، نتصل كذلك بالخبير الطاقوي الاستاذ بوزيان مهماه. مساء الخير استاذ بوزيان مهماه. ربما هل يعيش بايدن حاله من الضغط الداخلي مع ارتفاع اسعار الوقود في الولايات المتحده الامريكيه؟ أعتقد بأن خطابات الرئيس الأمريكي جون بايدن التي هي أشبه بالإملاءات التي يريد إملاءها على أوبك وشركائها من خارجها، وأيضا هي جملة ضغوطات، خاصة أن الإدارة الأمريكية الآن تسعى للاستنجاد بضغوطات أخرى متأتية من الهند ومتأتية أيضا من العديد من دول صناعية على أوبك وشركائها، من خلال اتهامها بأنها تسعى للإضرار بالعامل الأمريكي الذي الآن يعاني بالوصول إلى عمله بسيارته نتيجة الارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا خطابات الهند التي ترى بأن الأسعار المرتفعة أنها تضر بوتيرة التنمية والانتعاش الاقتصادي المرجو في الهند بعد الانفتاح وبعد الخروج من تأثيرات جائحة كورونا. لكن دعنا نقول أن أوباك وشركائها من خارجها هي لا تستهدف سعرا بعينه، إنما هي تسعى من خلال الاتفاق التاريخي الذي من خلاله قدمت أسرة أوباك تضحيات جسيمة والتخلي عن 9.7 مليون برميل من نفطها ومن إنتاجها. أعتقد ينبغي لكل المجموعة الدولية بداية وللإدارة الأمريكية أن تستحضر هذه التضحيات الجسيمة التي قامت بها أوباك وشركائها. ابقى معي الأستاذ بوزيان مهما، سأعود إلى الأستاذ أحمد الحيدوسي. ربما موقف أوباك أخلط، أوباك بلس أخلط أوراق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى. هناك تعنت في الموقف مع تعليق زيادة الإنتاج أستاذ أحمد الحيدوسي حسب آخر الأصداء بين السعودية وروسيا من خارج أوباك. ربما هل سيخدم هذا القرار ومواصلة في نفس سياسة أوباك بلس أسعار النفط للدول المنتجة؟ في الحقيقة أن هذا القرار أنه ضخ كميات أخرى أو ضخ الاحتياطات لا يؤثر كثيرا على الأسعار، صحيح أنها ممكن تتأثر قليلا لكن ممكن أنها تحبط تحت 70 أو تصل تحت $65 للبرميل على المدى القصير، لكنها سيكون لها انعكاسات على المدى المتوسط. يجب أن نعرف شيء، أنه علاقة العملة الأمريكية الدولار بالبترول هي علاقة وثيقة، علاقة قوية جدا منذ ما يعرف بصدمة نيكسون سنة 71، وربط البترول ربط الدولار بالبترول بعد التخلي عن قاعدة الذهب. اليوم أمريكا، حتى نفهم شيء، أمريكا اليوم خطة بايدن أنه طبع كميات كبيرة من الدولارات دون يكون عنده مقابل، وكما نعلم أنه قلنا أنه الدولار مربوط بالبترول، وبالتالي ضخ كميات أكثر من $1 تريليون
في الاقتصاد الامريكي. سرقوا كذلك في نهايه العوده تاعو ترامب ضخ كميات قريبا 800 مليار دولار في الاقتصاد الامريكي، والاقتصاد الامريكي ارتفاع اسعار الوقود هناك بسببهم. اليوم امريكا تشهد رقم قياسي تاريخي في التضخم وارتفاع الاسعار. امريكا امريكا اليوم تحاول انه تحصل على اسعار الوقود باسعار منخفضه، لكن مشكله في الاقتصاد الامريكي اللي يعرف تضخم بسبب هذه الكميه الكبيره من 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 طباعه الدولار. في السابق كانت امريكا كلما تحتاج اموال وتحتاج ان الضخ في الاقتصاد الامريكي كانت تطبع الدولار، لكن في السنوات السابقه وفي المرات السابقه كانت دول اخرى مثلها الصين كانت تمتص هذا الكميه الكبيره من الدولارات اللي تطبعها الولايات المتحده الامريكيه من خلال شراء سندات في الخزينه الامريكيه. والصين عندها اكثر من 1,000 مليار دولار تريليون دولار سندات في الخزينه الامريكيه. كذلك اليابان كان في السابق تشتري ديون وسندات في الخزينه الامريكيه، كذلك بريطانيا. كانت كل دول العالم تريد ان ترى الدولار كعمله قوية جدا حتى تزيد صادراتها. اليوم الصين رفضت أنها تشتري، وبالعكس تريد بيع ما تمتلكه من سندات في الخزينة الأمريكية والتخلص منها. وكما نعلم أن الدين الأمريكي وصل رقم قياسي الشهر الماضي، أنه الكونغرس سمح لبايدن أنه يرفع الدين الأمريكي إلى 28,000 تريليون دولار، وهذا رقم خيالي وقياسي في التاريخ. نشهد تضخم على مستوى أمريكا وتضخم على مستوى العالم. جميل. وبالتالي أعتقد أنه السبب الرئيسي لتحرك بايدن هو هذا التضخم اللي يحدث، وبالتالي سيؤثر على الأسواق في بداية ممكن الربع الثاني للسنة الثانية. وسنشهد يعني كل يوم نتأكد أنه ستكون أسعار البترول من أبريل ماي جوان ممكن أكثر من 120 دولار للبرميل، وإذا لم نسجل رقم ممكن نسجل حتى رقم قياسي جديد. لكن هذا الرقم مضخم. ابقى معي الأستاذ أحمد الحدوسي لنواصل هناك تضخم النصر. على مستوى العالم. وصلت الفكرة أستاذ أحمد الحدوسي، ابقى معي حتى نواصل النشرة. إذن هذا وعكست أسعار النفط أهداف تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لتستمر في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وتوجه فاقم أزمة أسعار البنزين الأمريكية المرتفعة بتحولها إلى كابوس يؤرق إدارة الرئيس جو بايدن ويخلط أوراقه تحسبا للتجديد النصفي لأعضاء الكونغرس. بالتجاهل والارتفاع واجهت أسواق النفط خطوة منسقة لكبار المستهلكين بالإفراج عن كمية ضخمة من احتياطاتها الاستراتيجية، لتسجل العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي أعلى مستوى لها منذ أسبوعين، ملامسة عتبة 83 دولارا للبرميل، لينجح في كسب نحو 3 دولارات في جلسة تداول واحدة بنسبة ناهزت 4% عن تداولات جلسة الاثنين. وعلى ذلك النحو ارتفعت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي إلى نحو 79 دولارا للبرميل بزيادة دولارين بنسبة زيادة تجاوزت 2.6% بالمقارنة مع جلسة الإغلاق السابقة. تتجاهل أسواق النفط لخطوات بايدن في مواجهة تحالف أوبك بلس في وقت يتفاعل معها الرأي العام الأمريكي وينقلب السحر على الساحر. فتحركات بايدن لخفض أسعار النفط بدأت تثير ردود فعل سلبية بشأن قدرة تسيير قاطن البيت الأبيض لأسوأ أزمة وقود تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية منذ نصف قرن. ومن هنا يطل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منتقدا سياسة خليفته في قيادة أكبر اقتصاد في العالم. قبل عام واحد كنا مستقلين في مجال الطاقة، والبنزين يباع مقابل 7 دولارات في أجزاء من كاليفورنيا وينتشر في جميع أنحاء البلاد، بينما يأخذون النفط من احتياطاتنا الاستراتيجية. هل بهذه الطريقة تدار الدولة؟ ارتفاع في أسعار الذهب الأسود فيما يبدو معركة خاسرة لبايدن ضمن حرب طويلة بين المستهلكين والمنتجين، فإعلان البيت الأبيض عن نيته في اتخاذ خطوة أخرى لخفض أسعار الخام تجعل من سحب جزء من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية سوى جولة أولى في مواجهة كسر العظام مع تحالف أوبك بلس التي سارع بعض أعضائها للإعلان عن تمسكهم بسياسة الإنتاج الحالية دون تغيير.
قبل الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر القادم. عودة لربط الخط مع ضيفنا من الجزائر العاصمة الأستاذ بوزيان مهماه خبير طاقوي. ربما تساؤل أستاذ بوزيان مهماه، ما هو سعر المرجع إلى أوبك بلاس حتى تواصل في نفس سياستها؟ أي ما هو السعر الذي يخدم أوبك بلاس؟ فليس من غير المعقول أن لا يتم تثمين هذا الإنجاز الباهر والتاريخي الذي قامت به أوباك وشركائها على مدار الأشهر الماضية بدءا من شهر أفريل من السنة الماضية، والذي حقيقة أنقذ سعر برميل النفط من الحضيض بما فيها الخام الأمريكي. الآن دعنا نقول بأن أوباك هي لا تستهدف سعر بعينه ولا تستهدف ارتفاع الأسعار. أولا، فأوباك وشركائها ترى في الأسعار المرتفعة، ترى فيها أصلا أنها ستكون نتائجها وخيمة حتى على اقتصاديات أوباك وشركائها، لذلك هي لا تشاطر الرأي بأن ترتفع الأسعار فوق $90، إنما هي ترى في نطاق السعر بين 70 و 85 دولار أمريكي هي النطاق الآمن، وترى فيها هي النطاق الذي يحقق العدل ويحقق التوازن في الأسواق. طيب، والعدل بين المستهلكين والمنتجين. نعم أستاذ بوزيان مهما، تساؤل آخر، كيف ستكون نتائج هذه الأسعار على الاقتصاد الأمريكي؟ ولذلك الآن لما نرى الوضع الحالي للأسواق نجد بأن بالنسبة لي في تقييمي ليست أوباك وشركائها هم المتسببون في هذه الأسعار المرتفعة، لأننا لو ننظر حقيقة إلى تولد سلسلة الجر المتراكبة، بحيث ارتفعت أسعار الغاز ومعها ارتفعت أسعار الفحم، لترتفع بعدها أسعار الكهرباء وترتفع بذلك أسعار منتجات الطاقات المتجددة وخاصة أسعار الألواح الشمسية الكهربائية. فارتفعت بذلك أسعار النفط، بما ضغط على أسعار النفط لترتفع أكثر، وهي التي كانت في حالة صعودية وهي متهيئة أصلا استجابة لكل دافع لها نحو الارتفاع نحو الأعلى. فارتفعت بذلك سلسلة القيمة اللوجستيكية للوجستيك الدولي، فارتفعت أسعار سلاسل التوريد والنقل والإمداد العالمي. طيب، وهنا بدأ التسبب في بروز فرط التضخم. شكرا. حيث أن الآن جميع يدرك بأنه كيف تفضل أسعار النفط والتضخم بعلاقة السبب والنتيجة. فحين يكون هناك ارتفاع في أسعار النفط يميل التضخم إلى اتباع نفس الاتجاه، من ناحية أخرى يميل التضخم إلى انخفاض جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط. هذا هو الحال، لأن النفط هو أحد المدخلات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، وإذا ارتفعت تكاليف المدخلات فيجب أن ترتفع تكلفة المنتجات النهائية. وحين نسقط هذا الوضع على حالة الفضاء الاقتصادي الأمريكي التي الآن جعلت الرئيس الأمريكي جون بايدن يوجه هذه الرسائل التحذيرية والضغوطات والإملاءات على أسرة أوباك وحلفائها من خارجها، بينما هو يدرك كإدارة أمريكية ومن خلال مستشاريه يدرك جيدا بأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح مفزعا للجميع، فقد قفز التضخم بسرعة وظل مرتفعا بعناد مدفوعا بارتفاع طلب المستهلكين. جميل. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وزير مهما بنسبة 5.7% على أساس سنوي. وزير مهما، كنت معنا في النشرة الاقتصادية. أعود إليك أستاذ دكتور أحمد الحيدوسي، عندما نتحدث عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن نتحدث عن التضخم في العديد من الدول، ما هي انعكاسات ربما التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الكبرى بالدرجة الأولى على الاقتصادات العالمية وعلى اقتصادات دول الجنوب؟ في الحقيقة الاقتصاد الأمريكي يمثل رقم مهم في الاقتصاد العالمي. الاقتصاد الأمريكي يمثل حوالي 18% إلى تقريب 20% من الاقتصاد العالمي، وبالتالي لما يتغير الرقم في التضخم في أمريكا يأثر على التضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الأمريكي مربوط بكل اقتصاديات العالم، وشاهدنا ذلك في أزمة 2008 كيف أثرت أزمة الرهن العقاري. حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت لها تداعيات على كل دول العالم بما فيها أوروبا وجنوب شرق آسيا، وبالتالي
التضخم هذا سيكون له انعكاسات على الأسعار على مستوى كل دول العالم بما فيها سلاسل التوريد مثل ما تكلم الأستاذ بما فيها المنتجات النهائية. ونشهد اليوم ارتفاع أسعار جل المنتجات على مستوى كل أسواق العالم، هذا بفضل أنه السياسات اللي انتهجتها البنوك والحكومات الدول أنها لمجابهة أزمة كورونا أنها اتخذت جملة من الإجراءات، أنها ضخت أموال في اقتصاد من أجل حماية طبقات ومن أجل دعم المواطنين على مواصلة القدرات الاستهلاكية. ومثل ما حدث اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب ضخ كميات كبيرة من أجل مساعدة الأسر. اليوم أمريكا تعاني من بحيث بطالة مرتفعة. اليوم الأمريكي يطلب $2,000 وأكثر مساعدات بسبب أزمة كورونا، في حين بعض المؤسسات تطلب عمالة لا تجد. وبالتالي اليوم الاقتصاد الأمريكي اللي يمثل اقتصاد عالمي يعاني تبعات وقرارات اتخذت في مجابهة جائحة كورونا لها انعكاسات على كل دول العالم. نعم، ربما أستاذ أحمد الحدوسي، هل نتوقع وضع أعقد من ما عاشه الاقتصاد العالمي في سنة 2008 إلى غاية سنة 2011؟ صحيح أن أمريكا ترفع شعار أنه الليبرالية ولا تتدخل في النشاط الاقتصادي. في 2008 كانت تعتبر أول، لكنها عامل مهم وعامل مهيمن على النشاط الاقتصادي في العالم. بالضبط، في 2008 الذي حدث أنه الاقتصاد الأمريكي كان عنده عجز كبير في أزمة الديون أو أزمة الرهن العقاري، فتدخلت الحكومة الأمريكية وضخت بصحيح العبارة أنها طبعت حوالي $700 مليار أو ما يعرف بخطة بولسون لإنقاذ البنوك المتعثرة، وهذا يعتبر كتدخل الدولة في النشاط ويتنافى مع قيم اللي رفعتها أمريكا ورفعتها منذ سنوات، هي عدم تدخل في الدولة في النشاط الاقتصادي. أعتقد أنه هذه المرة الأزمة في أمريكا أعقد من أزمة 2008. الذي حدث في 2008 أنه لما أمريكا طبعت الدولارات و نعم سيد بعد مباشرة بعدها ارتفعت وصلت في 2012 إلى رقم قياسي، لكن في تلك السنة اللي الزيادات الدولارات في السوق الدولي هي الصين ودول أخرى، لكن اليوم الصين ترفض أنها تمتص هذه الزيادات من الدولارات، لأن الصين همها أن يكون الدولار قيمة الدولار مرتفعة مقابل العملة الصينية حتى تزيد صادرات الصين، لكن الصين ترفض أنها تدعم الدولار. يهمها الصين أن الدولار يكون يبقى قوي، كذلك اليابان، كذلك أوروبا، ماذا بها الدولار يبقى العملة الأولى قوية. لكن هذه المرة أنه أمريكا واصلت في سياسة ضخ الدولار أمريكي، وهذا سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي، سيؤثر بالتضخم. نعم، شكرا لك الدكتور أحمد الحيدوسي أستاذ الاقتصاد في جامعة البوليدة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في النشرة الاقتصادية. نواصل نشرتنا، حيث يفقد الانتاج الليبي من النفط نحو 90,000 برميل يوميا لمدة أسبوع اعتبارا من الأربعاء، ويفعل بفعل أعمال الصيانة تابعة لشركة ألواحة. ويبلغ الانتاج الحالي الليبي من النفط نحو 1,300,000 برميل يوميا بعدما تعرض لتوقف شبه تام خلال العام الماضي بسبب النزاعات السياسية التي نشبت بين المناطق الشرقية والغربية للبلاد. وتستثنى ليبيا من اتفاق خفض الانتاج الذي أقره تحالف أوبك بلس في مايو 2020 بسبب التراجع الفعلي للإنتاج خلال العام الماضي. في شأن طاقوي آخر، عودت أسعار الغاز في أوروبا لمنحها التصاعدي الأربعاء وسط مخاوف من شح الإمدادات القادمة من روسيا. ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز في مركز هولندا بنسبة 2% لتصل إلى $1,082 لكل متر مكعب من الغاز، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مشروع السيل الشمالي الثاني أو ستريم 2 الرابط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق
بسعة تصل إلى 55 مليار متر مكعب. أطلقت سوناتراك الجزائرية خطة شاملة تستهدف توطين صفقات المناولة الصناعية والخدماتية محليا في خطوة لتقليص تحويل العملة الصعبة واللجوء إلى الأجانب، خطة تطمح عبرها المجموعة النفطية العملاقة إلى توجيه نحو 30% كحد أدنى من عقودها لشركات جزائرية. بين أجنحة الطبعة السادسة للمناولة الصناعية، فضلت سوناتراك أن تحضر بأكبر جناح في فعالية التظاهرة في خيار يعكس بوادر استراتيجية المجموعة الطاقوية العملاقة في توطين خدمة المناولة محلياً بمنح حصة معتبرة من صفقاتها للشركة الجزائرية. سوناتراك من مهامها الأولى أو أهدافها الأولى هو إنعاش الاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية، فلهذا شاركت في هذا الجست 21 وحضرت بقوة بحيث بكل الإطارات تاع سوناتراك هنا وحتى تساعد في سياسة ترقية المحتوى المحلي الوطني، وهذه الاستراتيجية الجديدة لسوناتراك لترقية المحتوى المحلي محاولة من سوناتراك حتى ترشيد التكلفة وإعطاء دفعة للشركات الجزائرية الوطنية والشركات الناشئة. وتطمح المجموعة عبر استراتيجيتها الجديدة لوضع 30% كحد أدنى من نشاطها في المناولة تحت تصرف الشركة المحلية، مسار بدأته المجموعة بمنحها زيادة من 2000 صفقة بقيمة تتجاوز 3 ملايير دولار منذ 2020، والهدف تقليص تكاليف اللجوء للخبرة الأجنبية. أن سوناتراك الآن أنشأت برنامج، وهذا البرنامج Cost Optimization System Tracking، وهذا البرنامج هو برنامج يقوم بتحفيز الشركات المحلية بحيث أن هذا التوجه يمكننا للشركات المناولة المحلية أن تساعد سوناتراك على تخفيض كلفتها من العملة الصعبة هذا والتحكم في التكنولوجيا. وتشكل عقود المناولة الخدماتية في شتى مجالات النشاط نحو 13 مليار دولار سنوياً من نفقات التسيير لأكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا، تكلفة باهظة ترغب مجموعة سوناتراك لتحويلها كعائدة في حصيلة الشركة المحلية عبر بوابة المناولة الصناعية والخدماتية. أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل في إطار الصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية. المسؤول الجزائري خلال جلسة علنية بالغرفة العليا للبرلمان اعتبر إجراء الصيرفة الإسلامية مطلب المواطنين منذ الاستقلال والمتعاملين الاقتصاديين، وقد سمح إدراجه باستقطاب كتلة نقدية معتبرة في ظرف وجيز. أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعيين عمر الحميري على رأس مكتبها الإقليمي بالجزائر. بيان عن الشركة الإماراتية أوضح أن تعيين الحميري يأتي في أعقاب استئناف نشاط الناقلة الإماراتية في الجزائر خلال الشهر الجاري على أن يتكفل بالإشراف على نشاط الشركة والمساعدة على تعزيز مكانتها عبر التطوير التدريجي لعملياتها بالجزائر واستئناف طيران الإمارات خدمة الجزائر منذ 9 نوفمبر الجاري وبمعدل رحلتين في الأسبوع من دبي إلى الجزائر العاصمة. بدأ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا في خطوة من شأنها تعزيز الوتيرة المتسارعة في التقارب الاقتصادي بين البلدين ورفع القطيعة السياسية والدبلوماسية غير المعلنة بين البلدين منذ 10 سنوات. التفاصيل في تقرير سمية غانم. إذانا بنهاية قطيعة سياسية دامت 10 سنوات، يحل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بتركيا. عقد من الجفاء وحالة التوتر غدتها صراعات بسط النفوذ بين البلدين، كان الاقتصاد خلالها حلقة تواصل نادرة بين أنقرة وأبو ظبي.
توافق غير معلن تعكسه أحدث مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين التي ارتفعت بنسبة 100% خلال النصف الأول من السنة الجارية لتتجاوز 7 ملايير دولار في الأشهر 6 الأولى من العام الجاري. معاملات تجارية بينية ما فتئت تتزايد ملامسة عتبة 90 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة في ذروة تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية بشأن عديد الملفات الإقليمية، في وقت سجلت ذات المبادلات بين البلدين غير النفطية مستوى غير مسبوق مناهزة 9 ملايير دولار العام الماضي. أرقام تضع تركيا الشركة التجارية 11 للإمارات العربية المتحدة، في حين جعلت من الدولة الخليجية الشركة 12 عالميا لتركيا. بالتزامن مع مبادلات تجارية مزدهرة، شهدت الاستثمارات الإماراتية في تركيا ارتفاعا ملفتا بمستوى قارب 5 ملايير دولار السنة الماضية، في حين سجلت الشركات التركية حضورها في الاقتصاد الإماراتي بضخ استثمارات تجاوز 350 مليون دولار، حركية استثمارية مرشحة للارتفاع مع كشف صندوق الاستثمار السيادي لإمارة أبوظبي عن نوايا لضخ استثمارات بمليار دولار في مشاريع الرعاية الصحية والخدماتية التركية. حذرت منظمة الأغذية والزراعة فاو من صدمات جديدة قد تعترض الأنظمة الصحية والزراعية في البلدان التي لا تزال تواجه تداعيات جائحة كورونا. الهيئة الأممية ذكرت أن 3 ملايير شخص عاجزون عن تأمين الغذاء حاليا عبر العالم، إلى جانب 1 مليار شخص آخرين معرضين لخطر العوز الغذائي. تقرير في السياق لأسماء ضيف. ما فتئ العالم يتعافى من الانعطاف الاقتصادي المتواصل لسنتين حتى بدأ يدخل في موجة جديدة من الجائحة الصحية المترافقة مع أزمة تضخم تاريخية في أسعار جل المواد والسلع الغذائية، رسمة لأزمة غذائية متفاقمة تعصف بأزيد من 3 ملايير شخص من الذين يواجهون عجزاً في شراء حاجياتهم الغذائية. وعلى ذلك النحو يوجد نحو 1 مليار شخص على مشارف العوز الغذائي وفقاً لأحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. الهيئة الأممية التي تتخذ من روما الإيطالية مقراً لها استندت تحذيراتها على تكهنات مفادها تراجع مداخل نحو 1 مليار شخص بحدود الثلث، ما يمثل نحو 40% من سكان المعمورة، كتحصيل حاصل عن عودة شبح الشلل الاقتصادي بفعل سياسات الإغلاق العام وما يترتب عنها من توقف سلاسل التوريد والإمداد. تحذيرات الزراع الأممي في تحقب الوضعية الغذائية والزراعية عبر العالم لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى توقعات بشأن ارتفاع أسعار الأغذية الموجهة لأكثر من 845 مليون شخص على خلفية الزيادة القياسية المرتقبة في أسعار المحاصيل الواسعة الاستهلاك عبر القارات الخمسة. تكهنات مقلقة تجد في التضخم الحاد لأسعار الغذاء مبرراتها بارتفاع 8 جل المواد الأكثر استهلاكاً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، بتسجيل أسعار القمح لذروتها منذ 13 عاماً، في حين زادت أسعار البن بشكل ملفت لتصل لأعلى مستوى لها منذ 7 سنوات. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز عناوين. بايدن يوسع حربه ضد أوبك بلس، حلفاء واشنطن يكثفون هجومهم، وأسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي. الجزائر تطمح لتوطين نحو 80% من صفقات النفط والغاز محليا، وتكشف عن افتتاح أولى وكالات التأمين التكافلي قبل نهاية السنة الجارية. وارتفاع أسعار الغذاء يهدد 3 ملايير شخص بالعجز الغذائي. الأمم المتحدة تدعو الحكومات إلى الاستعداد لصدمات جديدة. إلى اللقاء.